لو الحكاية فيها إن فيجو عندنا مواسم للذهب بتختلف من شهر لشهر ومن يوم ليوم ومن أسبوع لأسبوع. مواسم الذهب على مدار السنة بنقدر نقول إن أكتر فترة بيكون فيها رواج لبيع الذهب هي فترة الصيف، اللي هي بنقدر نقول من بعد انتهاء الامتحانات، من بعد انتهاء الامتحانات لحد دخول المدارس، مثلا نقدر نقول من نص شهر 6 لحد نص شهر 9. دي اكتر فترة بيكون فيها رواج عندنا، الاسباب انه بيكون اكتر موسم للزواج وشراء الشبكات، بيكون موسم لشراء الهدايا النجاح، بيكون موسم للسيدات ان هي تغير الذهب اللي هي لابساه، بتحس ان الذهب اللي هي لابساه، احنا عارفين ان طبعا في الشتاء اللبس مقفول فما بيبانش الذهب، انما على الصيف بتبتدي الست تبتدي تبص لنفسها في المرايه، بتحس ان المشغول الذهب اللي هي لابساه شكله مش لايق بيها، زهقت منه قدم، فبتبتدي ان هي تحس نفسها ان هي عايزه تجدد شويه في المشغول الذهب اللي هي لابساه. عشان كده دايما بنلاقي ان اكبر موسم عندنا هو بيبتدي من نص شهر 6 بيخلص في نص شهر 9. على مدار السنة عندنا مواسم، وان كانت المواسم دي بتختلف من محافظات لمحافظات. يعني اذا مثلا بنتكلم انه اسكندرية بتكون اقل رواجا في فترة الصيف لمشغولية اهل اسكندرية بموسم المصايف، بس بيكون في نفس الوقت ان محافظات الصعيد بتكون فيها حركة المبيعات احسن شوية. بنيجي مثلا اسكندرية كمحافظة اسكندرية، مثلا محافظة اسكندرية بيبتدي الموسم فيها يتحرك من اواخر شهر 8 اوائل شهر 9، بيكون عندهم الموسم بتاعهم مترحل شوية مع نهاية فترة المصايف. في نفس الوقت دوت بتكون القاهرة بتنهي الموسم بتاعها، وهكذا على مدار السنة. يعني عندنا مثلا محافظة المنيا بيكون فيها اكثر رواجا في شهر 4 و5، لان هو عندهم موسم الحصاد، بنلاقي انه في الشهر مثلا 10 11 بنلاقي مثلا محافظة زي الاهلية عندهم موسم. انما نقدر نقول بوجه عام ان المواسم عندنا مواسم واضحة وصريحة ومحددة، اللي هي موسم الصيف اللي هو من نص شهر 6 لنص شهر 9، عندنا مواسم الاعياد، عندنا يعتبر 4 اعياد رئيسية في السنة، عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الميلاد وعيد القيامة بالنسبة للأقباط. دول أكتر مواسم بيكون برضو فيهم حركة. عندنا بيجينا فرص في الفترات وإن كانت متفرقة، عندنا فترة موسم أجازة نص السنة، وده برضو بيزيد فيه حركة البيع على الشبكات أكتر منها من أي حاجة تانية. عندنا موسم الفالنتاين، يعني أجازة نص السنة شهر 1، بنخش شهر 2 عندنا الفالنتاين، واكتر الفالنتاين ما بنلاقيهوش في وجه قبلي، احنا بنلاقيه في القاهرة واسكندرية اكتر مناطق فيها احتفالا بالفالنتاين، وبنطلع على وجه بحري اكتر. تمام، مؤخرا شوية ابتدت الدنيا في الصعيد ان هي تتحس بموسم الفالنتاين، او ان احنا نقدر نقول ان حصلت فترة رواج لينا احنا كتجار ذهب في فترة الفالنتاين. عندنا داخل علينا موسم عيد الام. موسم عيد الام ده من المواسم الرئيسية اللي احنا بنجهز لها احنا كمحلات ذهب، ولانه طبعا معروف ان الذهب زينة وخزينة لكل ام او لكل ست في مصر، فاي يعني اي واحد عايز يجيب هدية يا اما بيروح ان هو يشتري لها حاجة، نقول وردة او حاجة جمالية، او بتحسس الام بالاعياد، او ان هو بيشتري لها ذهب ان هي تلبسه وتشيله ليها وللمستقبل وللايام. طبعا اتأثرنا شوية في الفترة الأخيرة في مواسم أعياد الأم، ما كانش فيها الرواج اللي احنا بنبقى متوقعينه دايما، ما كانش فيها الحركة اللي احنا كنا دايما متوقعينها، وإن كنت لقينا الاتجاه العام على فترة يعني ابتدينا نحس السنة دي بدري بموسم عيد الأم انه الناس ابتدت تيجي تشتري. أقل فترة
يعني بعدها بيجي عندنا بعد عيد الام بنرتاح احنا كمحلات يمكن فترة اسبوعين ثلاثة، وبعد كده بنخش على موسم عيد القيامة بالنسبة للأقباط، بيحصل فيه سنة رواج بسيطة للمحلات من الفترة من بعد عيد القيامة، بنخش في موسم الامتحانات لحد نص شهر ستة. ده بنقول ان احنا عندنا ركود تام في الاسواق على مستوى الجمهورية بوجه عام، اللي هو فترة الامتحانات، فترة نقدر نقول انه الناس لسه مش مجهزة نفسها، كله مشغول، كله طالع من اعياد، كله طالع من مواسم. يمكن الوضع هيتغير بالنسبة لنا في سنة 2018 مع ان رمضان هيجي بدري شوية، فهنلاقي انه الفترة دي هتكون يمكن فيها في عيد الفطر يمكن هتبقى الدنيا متحركة شوية 2018 و2019 بإذن الله، فيحصل حركة رواج في الفترة دي. عادة النص التاني من رمضان ده موسم بيك بالنسبة لنا، بيبقى بالنسبة لنا في حركة مبيعات كبيرة طبعا لانه الناس بتتجوز في الاعياد والفترات دي زي ما احنا قلنا في فترات الاعياد الاربعة. غالبا الناس في عيد الام ما بتتوجه ان هي بتشتري، لانه الاغلبيه بنقول ان هم شباب، نقدر نقول ان هم يعني مش هنقول محدود الدخل، لانه يعني لو محدود الدخل مش هيشتري ده، بس بنقول ان هم ليميتد ريسورسز، يعني عندهم الفلوس اللي داخله لهم مش كبيره، فبيتجهوا ان هم يشتروا حاجات خفيفه. في الاغلب ما بيكون اكتر شيء بيتباع عندنا في موسم عيد الام هو الخواتم، ده اكتر حاجة بتتباع في الفترة اللي هي فترة عيد الام. لو رحنا للفترات اللي هي فترة الصيف، فترة الصيف غالبا ما بيشتغل فيها كل حاجة، يعني بيشتغل فيها الشبكات، بيشتغل فيها الخواتم، بيشتغل فيها روايش، بيشتغل فيها كل اي منتج من الذهب. بنروح لمثلا الفالنتاين بنلاقيه ان هو رايح للحاجات السيمبل اكتر، يعني سلسلة بتعليقة، ممكن خاتم بسيط، حلق صغير، يعني بتبقى حاجات خفيفة. ولكن طبعا كل واحد على حسب امكانياته، في واحد بيشتري لوالدته هدية كبيرة بيبقى ربنا كرمه بيبقى عايز يجيب لها حاجة اكبر تليق بيها وبدعمها ليه طول حياته.